بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، نبدأ بالوحدة الخامسة التي هي بعنوان المظاهر الحضارية للخلافة الأموية. الدرس الأول منها الذي هو بعنوان الحياة السياسية والاقتصادية للخلافة الأموية. أعزائنا الطلاب، أهداف درسنا لهذا اليوم، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس يكون قادرا على أن يوضح عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية. ثانيا، أن يعدد عوامل المظاهر الحضارية للخلافة الأموية. تعالوا معنا أعزائي نوضح أهداف درسنا لهذا اليوم. مظاهر الحضارية للخلافة الأموية، نلاحظ في هذه الصور بعض المظاهر الحضارية للخلافة الأموية كما تعلمناها سابقا. إذن هذه إحدى المظاهر الحضارية للخلافة الأموية والتي ازدهرت في عصر الخلافة الأموية، العلمية والصناعية والتجارية والعمرانية. أعزائي الطلبة، نبذة مختصرة عن الحضارة الإسلامية. تمثل الحضارة الإسلامية مرحلة من مراحل التاريخ البشري، والتي تركت لنا آثارا عظيمة في جميع المجالات، واستفادت منها أوروبا في قيام نهضتها الحديثة. ولنبدأ أعزائي الطلاب أولا بالتعرف على عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية. عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية. عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية. مرت الحضارة الإسلامية بعوامل ازدهار. من هذه العوامل الازدهار هي أولا تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء، وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم. إذن تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء، وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم. ثانيا، من عوامل ازدهار الحضارة هي انتشار حركة الترجمة وتوفير المكتبات. انتشار حركة الترجمة وتوفير المكتبات. كلنا نعرف أن الترجمة هي نقل الكتاب من لغة إلى لغة، تسمى هذه حركة الترجمة، فقد انتشرت. وتوفير المكتبات في الحضارة الإسلامية وخاصة الخلافة الأموية. ثالثا، من العوامل هي العامل الديني، حيث شجع القرآن والسنة على طلب العلم. إذن من العوامل التي ساعدت على ازدهار الحضارة الإسلامية هي العامل الديني، حيث شجع القرآن والسنة على طلب العلم. إذن هذه هي العوامل الثلاثة التي ساعدت على ازدهار الحضارة، هي تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء، وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم. ثانية، انتشار حركة الترجمة وتوفير المكتبات. ثالثا، العامل الديني، حيث شجع القرآن والسنة على طلب العلم. والآن أعزائي الطلاب، دعنا نستذكر ما أخذ من الدرس. السؤال الأول، وضح أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية. وضح أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية. الجواب،
أولا تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم. ممتاز. ثانيا شباب، انتشار حركة الترجمة، انتشار حركة الترجمة وتوفير المكتبات للعلماء. ثالثا العامل الديني، حيث نعرف أن القرآن شجع، أن القرآن والسنة شجعت على طلب العلم، طلب العلم وهو أمر من القرآن والسنة لطلب العلم. والآن أعزائي الطلاب نلاحظ هذه الخارطة وتكون في اللون الأخضر، تدل على أن الدولة الأموية امتدت، الحضارة الإسلامية في العصر الأموي من حدود الصين شرقا كما تعلمنا في الفصل الأول، أنه بلاد ما وراء النهر، وشرقا الصين إلى بلاد الأندلس غربا، إلى بلاد الأندلس غربا من في المغرب الأقصى إلى الأندلس غربا. إذن هذه هي الحضارة، امتدت كما تلاحظون في الخارطة التي أمامك. والآن أعزائي الطلاب يوضح المخطط الآتي أهم المظاهر الحضارية للخلافة الأموية، يعني في أي مجال كانت المظاهر الحضارية. إذن المظاهر الحضارية للخلافة الأموية كانت في الحياة السياسية والإدارية، في شيء يخص الحياة السياسية والإدارية، هذه المظاهر الحضارية. المظهر الثاني نلاحظها في الحياة الاقتصادية، والمظهر الثالث هو الحياة الاجتماعية، والمظهر الرابع هي الحياة الثقافية وفن العمارة. الحياة الثقافية وفن العمارة، هذه أربعة مظاهر حضارية تطورت وخدمت الإسلام والمسلمين في أربعة مظاهر. المظهر الأول الحياة السياسية والإدارية، المظهر الثاني هي الحياة الاقتصادية، المظهر الثالث الحياة الاجتماعية، والمظهر الرابع هي في الحياة الثقافية وفن العمارة. سوف نأخذ هذه المظاهر الأربعة كلا على حدة. الآن أجب على الأسئلة الآتية: ما هي المظاهر الحضارية يا شباب للخلافة الأموية؟ ما هي المظاهر وما هي التي درست في هذه المظاهر؟ قلنا الحياة السياسية، مظاهر في الحياة السياسية والإدارية. ثانيا الحياة الاقتصادية، ما في مظاهر من مظاهر الحياة الاقتصادية. رابعا الحياة الاجتماعية التي تخص المجتمع الإسلامي خاصة. الحياة الثقافية وفن العمارة، كما نعرف أن الحياة الثقافية من حيث القرآن والسنة، وفن العمارة هو فن البناء الإسلامي الذي كان يميز الحضارة الإسلامية للخلافة الأموية. الحياة السياسية يا شباب راح ناخذها من حيث ال، أولا نظام الحكم، تدرس نظام الحكم، نتعرف على التنظيم الإداري، نتعرف على إنشاء الدواوين، ونتعرف على إنشاء الجيش والأسطول. إذن هذه المظاهر الأربعة تدل على المظاهر الحياة السياسية، مظاهر الحياة السياسية: نظام الحكم، التنظيم الإداري، الدواوين، الجيش والأسطول. إذن هذه من مظاهر الحياة السياسية. نأتي على السؤال الآتي: أول، وضح مظاهر الحياة السياسية في الخلافة الأموية. وضح مظاهر الحياة السياسية. إذن في ناحية الحياة السياسية
ما هي المظاهر التي تدل على مظاهر الحياة السياسية في الخلافة؟ تشمل أولا مثل ما تعلمنا هي نظام الحكم والتنظيم الإداري، وثالثا الدواوين، ورابعا الجيش والأسطول. من هذه الحياة السياسية في الخلافة. نظام الحكم، ينقسم نظام الحكم في الحياة السياسية في الحضارة الخلافة. بقيت الخلافة مبنية على أساس الشورى حتى قيام الدولة الأموية، إلى أن تحولت إلى الوراثة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية. وأيضا نظام الحكم تعني الوزارة، وتعني هي المعاونة والمؤازرة في تحمل أعباء الحكم، يعني مساعدة الحاكم وتحمل أعباء الحكم. من وضح نظام الحوية. إذن الخلافة تحولت إلى الوراثة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وأيضا الوزارة تعني المؤازرة وتحمل أعباء الحكم. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات قسم الدراسات الاجتماعية.